حبيبي كم تو دبي. بهذه العبارة انتشرت فيديوهات الشاب السوري أنس الكاتب الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، إذ تغلب الكاتب على البطالة من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو على الإنترنت وجذب جمهوراً. فبعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا ومواجهته صعوبة في العثور على وظيفة، وجد الكاتب مورداً قيماً في هاتفه الذكي، فبدأ إنتاج مقاطع فيديو قصيرة. وتغطي فيديوهات الكاتب مجموعة متنوعة من الموضوعات، بعضها يعالج صعوبات الحياة في البلد الذي مزقته الحرب ويروج للمواقع السياحية، بينما يقدم البعض الآخر نصائح وحيلا عشوائية بخصوص كيفية أن تصبح مليونيرا أو تحافظ على لياقتك البدنية. اكتشفت في عالم جديد، بلد جديد، فانبسطت كثير وأنا عم صوره وأنا عم منجه وعم اشتغله. حتى الناس يعني صاروا يشوفوني بالطريق حافظين أول جملة الأولى بالفيديو. وبمرور الوقت لفت الكاتب انتباه الشركات التي بدأت الاقتراب منه لتسويق منتجاتها وتمكينه من كسب رزقه، فصدقت ونزلت التطبيق، والتطبيق عمل كراش بعد يومين من الفيديو، لأنه العالم نزلته فرد مرة كلهم سوا نزلوا التطبيق. من هون أنا بلش بقى الشغل أكبر يصير يتوسع أكثر، وبقى يجيني عروض من شركات تانية أكبر ومختلفة أكثر. وعلى الرغم من تنامي نجاحه، لا يزال الشاب السوري غير قادر على شراء معدات احترافية بدلاً من هاتفه الذكي.